مشاهدينا الأعزاء، أحييكم من قناة الظفرة وأقدم لكم نشرة الأخبار لهذا اليوم، فأهلا بكم. أصدر صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله مرسوما اتحاديا بتعيين اللواء سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان رئيسا لجهاز أمن الدولة بدرجة وزير اعتبارا من تاريخه، ويعمل بهذا المرسوم من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية. بعث صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله برقية تهنئة إلى فخامة الرئيس توميزلاف نيكوليتش رئيس جمهورية صربيا، وذلك بمناسبة ذكرى العيد الوطني لبلاده. كما بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبو ظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة برقيتي تهنئة مماثلتين إلى فخامة رئيس جمهورية صربيا. أدى أمام صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله سعادة علي عبد الله الأحمد سفير الدولة المعين لدى جمهورية ألمانيا الاتحادية، وسعادة أحمد محمد يوسف الطنيجي سفير الدولة المعين لدى جمهورية بيلاروسيا، وسعادة أحمد حاتم برغش المنهالي سفير الدولة المعين لدى الولايات المتحدة المكسيكية اليمين القانونية كسفراء جدد للدولة لدى هذه الدول الصديقة، وذلك بحضور سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي والفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، وسمو الشيخ حامد بن زايد آل نهيان رئيس ديوان ولي عهد أبو ظبي، وسمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي. وأقسم السفراء على أن يكونوا مخلصين لدولة الإمارات العربية المتحدة ورئيسها، وأن يحترموا دستور الدولة وقوانينها، وأن يضعوا مصلحة الدولة فوق كل اعتبار، ويؤدوا أعمال وظائفهم بالأمانة والإخلاص، وأن يحافظوا على أسرارها. هذا وتمنى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حفظه الله للسفراء الثلاثة النجاح والتوفيق في أداء مهامهم الجديدة خدمة لمصالح دولتنا وشعبنا العليا. تسلم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله في قصر المشرف في العاصمة أبو ظبي صباح اليوم، وبحضور سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي والفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، وسمو الشيخ حامد بن زايد آل نهيان رئيس ديوان ولي عهد أبو ظبي، وسمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي، أوراق اعتماد عدد من سفراء الدول الشقيقة والصديقة الجدد لدى الدولة في كل من مملكة النرويج وجمهورية الفلبين وجمهورية سريلانكا والجمهورية التونسية والجمهورية اليمنية وجمهورية قبرص وأستراليا وجمهورية أفغانستان الإسلامية وجمهورية قرغستان وجمهورية أذربيجان وجمهورية فيجي. وقد نقل أصحاب السعادة السفراء تحيات زعماء بلدانهم ورؤساء حكوماتهم إلى صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله، معربين عن أملهم في أن تشهد علاقات الصداقة والتعاون القائمة بين دولة الإمارات ودولهم خطوات أوسع لما فيه خدمة مصالح شعوبهم المشتركة. كما ورحب صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم بالسفراء الجدد متمنيا لهم النجاح في أداء مهامهم والعمل بجد وإخلاص من أجل تعزيز أواصر الصداقة والتعاون بين دولة الإمارات ودولهم بما يعود بالخير على مصالح شعوبها. شهد صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة صباح اليوم افتتاح المؤتمر الدولي السابع لاكتشاف الأدوية والعلاج والمؤتمر الدولي الرابع للتقنية الحيوية في كليات الطب بجامعة الشارقة. وبعد بدء الفعاليات قام صاحب السمو حاكم الشارقة بتكريم المتحدثين الرئيسيين، هذا وحضر حفل افتتاح المؤتمرين إلى جانب صاحب السمو حاكم الشارقة عدد من المسؤولين والمدراء من إمارة الشارقة، إلى جانب عدد من أعضاء مجلس أمناء جامعة الشارقة ومسؤولي المؤسسات الصحية في الدولة وحشد من الأساتذة والمختصين.
إلى إمارة رأس الخيمة، حيث أدى صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة صباح اليوم في مسجد الجامع الكبير في منطقة شعم في رأس الخيمة صلاة الجنازة على جثمان شهيد الوطن عبد الله جمعة حسن الشامسي الذي ارتقى إلى العلا مع من سبقوه من إخوانه الشهداء من جنودنا البواسل المشاركين ضمن قوة التحالف العربي في عملية إعادة الأمل في اليمن. وأعرب سموه عن خالص تعازيه ومواساته لأسرة الشهيد، داعيا الله تعالى أن يتغمده بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته مع الشهداء والصديقين والأبرار وأن يلهم ذويه الصبر والسلوان. كما أدى الصلاة إلى جانب سموه كل من الشيخ أحمد بن سعود بن صقر القاسمي والمهندس الشيخ سالم بن سلطان بن صقر القاسمي رئيس دائرة الطيران المدني والشيخ صقر بن محمد بن صقر القاسمي بجانب عدد من أعيان البلاد والمسؤولين ومنتسبي القوات المسلحة وجموع غفير من المواطنين. هذا ودع الجميع الله عز وجل أن يتغمد شهيد الوطن بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته مع الشهداء والصديقين والأبرار وأن يلهم ذويه الصبر والسلوان. كما قدم صاحب السمو حاكم رأس الخيمة والشيوخ بعدما ووري جثمان الفقيد الثرى في مقبرة شعم في رأس الخيمة التعازي لأهل الشهيد في خيمة العزاء، مؤكدا سموها أن دولة الإمارات تودع اليوم أحد جنودها البواسل الذي قدم روحه فداء للحق والواجب الوطني ونصرة المظلوم في ميادين العز والشرف لينعم شعب اليمن بالأمن والاستقرار. وفي السياق ذاته أكد ناصر الشقيق الأصغر للشهيد عبد الله جمعة الشامسي أنه على استعداد للعودة مرة ثانية إلى الأراضي اليمنية لاستكمال مسيرة شقيقه، حيث كان ضمن جنود الدفعة الأولى التي عادت إلى أرض الدولة خلال الفترة الماضية. أنا ناصر الشامسي أخو الشهيد عبد الله الشامسي، وأنا كنت موجود في الدفعة الأولى في اليمن، ومن بعد راح أخوي الله يرحمه، وأنا فخور فيه كونه شهيد لهذا الوطن. تمنيت الشهادة قبله يوم كنت موجود ونالها أخوي، كلنا فدوة وفدى لهذا الوطن وكلنا تحت راية واحدة. في سياق آخر، قدم سمو الشيخ طحنون بن محمد آل نهيان ممثل الحاكم في المنطقة الشرقية صباح اليوم واجب العزاء إلى السيد معيوف محمد العامري في وفاة نجلهم سلم، وذلك بمنزل الأسرة بمنطقة الرميلة في مدينة العين، داعيا الله تعالى أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان. كما وعبر والد الفقيد عن امتنانه لسموه لمشاركتهم أحزانهم، داعيا المولى أن يحفظه من كل مكروه. تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبو ظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، شهد الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية صباح اليوم حفل تخريج دفعتي الطلبة المرشحين والجامعيين 26 ودورة الجامعيات 10 والدفعة 3 من حملة الماجستير، وذلك بمقر كلية الشرطة في العاصمة أبو ظبي. هذا وبارك سموه للخريجين والخريجات الجدد، داعيا إياهم إلى تطبيق القانون بحيادية وتجرد ونزاهة، واضعين نصب أعينهم أمانة الوطن وأمنه، وأن يكونوا القوة التي تقف إلى جانب الحق والعدل والعين الساهرة على أمن وسلامة الجميع. هذا وننوه عناية السادة المشاهدين بأنه سيتم بث تقرير مفصل خلال برنامج مساء الإمارات اليوم، كما يمكن أيضا للسادة المشاهدين والخريجين متابعة حفل التخريج كاملا عبر موقع قناة الظفرة على اليوتيوب. انتقالا إلى الملف اليمني، حيث ثمن فخامة الرئيس عبد ربه منصور هادي رئيس الجمهورية اليمنية مواقف دولة الإمارات العربية المتحدة التي وصفها بالمشرفة والداعمة لبلاده في مواجهة ميليشيا الحوثي وصالح الإنقلابية. وحمل الرئيس هادي سعادة سالم بن خليفة الغفلي سفير الدولة لدى اليمن لدى استقباله له اليوم بالرياض تحياته إلى قيادة الدولة، معبرا فخامته عن تعازيه في شهيد الوطن عبد الله جمعة حسن الشامسي الذي ارتقى إلى العلا مع من سبقوه من إخوانه الشهداء من جنودنا البواسل المشاركين ضمن قوات التحالف العربي في عملية إعادة الأمل في اليمن ودفاعا عن الأخوة والعروبة والمصير المشترك. ومن جانبه هنأ سعادة سفير الدولة فخامة الرئيس اليمني بالانتصارات التي يحققها الجيش الوطني والمقاومة الشعبية على الميليشيا الإنقلابية.
لا نزال في الشأن اليمني، حيث تمكنت قوات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية بمدينة تعز من السيطرة على مواقع جديدة في مديرية المصراخ جنوب غربي المحافظة بعد مواجهات عنيفة مع ميليشيات الحوثي وصالح الانقلابية، في حين تتواصل المواجهات في عدد من الجبهات القتالية بالمدينة وسط تحليق مكثف وغارات جوية لطيران التحالف، حيث قال العميد عدنان الحمادي إن القوات تخوض معارك عنيفة في منطقة المقضي بالأقروض، وكبدت الميليشيات خسائر فادحة في العتاد العسكري، وسقط أكثر من 20 قتيلا من الميليشيات وعشرات الجرحى، إضافة أنه أضاف أنه تمت إسناد مهمة عملية تحرير مدينة تعز للواء 35 مدرع، ومن ضمن المهمة تحرير مديرية المصراخ، وبصدد استكمال السيطرة على كامل المديرية التي تم تحرير ما يقارب من 90% منها، وتم تصفيتها من ميليشيات الحوثي وصالح الانقلابية. أعلنت قوات التحالف العربي احتجاز سفينة تحمل أجهزة اتصالات عسكرية مصدرها إيران وقادمة من جيبوتي ومتوجهة إلى المتمردين الحوثيين في الحديدة غربي اليمن. وقالت مصادر في التحالف العربي أنه تم احتجاز سفينة شحن قادمة من جيبوتي إلى ميناء الحديدة في اليمن محملة بعتاد عسكري، على خلاف التصريح الذي ينص على إدخال مواد طبية. ولدى تفتيش السفينة مين بورت سيدار التي ترفع علم جزر مارشال، قد تبين أنها تحمل أجهزة اتصالات مشفرة وعسكرية وغيرها في حاويات مصدرها ميناء بندر عباس جنوبي إيران. هذا وأوضحت المصادر أنه بعد مغادرة الميناء الإيراني رست السفينة لبعض الوقت في جيبوتي قبل أن تتابع طريقها إلى السواحل اليمنية، حيث رصدتها قوات التحالف التي تقوده السعودية. ونسبت إلى المصادر قولها أنه تم اعتراض السفينة وهي في طريقها إلى ميناء الحديدة باليمن، واقتيدت إلى ميناء جازان السعودي، حيث جرى تفتيشها بحضور مراقبين دوليين وتوثيق العملية بالكامل. في شأن آخر، استعرضت بلدية مدينة أبو ظبي عددا من مبادراتها في مجال تقديم خدمات وكفاءات تطويرية لمشاريع الأماكن العامة ومعايير الإضاءة والاستدامة في الأماكن العامة، وذلك خلال مؤتمر لتنسيق الحدائق والأماكن العامة الذي عقد في جزيرة ياس في العاصمة أبو ظبي مؤخرا. وقدمت البلدية أوراق عمل مختلفة تناولت دورها في إنشاء المناظر الطبيعية والزراعات التجميلية في مختلف أنحاء العاصمة وضواحيها. في الشأن الاقتصادي مشاهدينا، دعونا لنتابع آخر إغلاقات الأسواق الإماراتية في نهاية تعاملاتها لهذا اليوم. أما الآن مشاهدينا، نلقي نظرة سريعة على آخر درجات الحرارة العظمى والصغرى في مدن الدولة. وإلى هنا مشاهدينا نكون قد وصلنا إلى ختام نشرتنا الإخبارية لهذا اليوم. للمزيد يرجى متابعتنا عبر مواقع التواصل الاجتماعي كافة. نشكركم على كرم وطيب المتابعة، ونترككم في أمان الله وحفظه.